شجرة المورينجا. احنا ناس كتير جدا ما تعرفش ايه فوائد شجرة المورينجا، ماشي، وبتزرع ازاي، وهي يعني ايه موقفها في جسم الانسان، ماشي. شجرة المورينجا دي ليها فوائد كتير جدا. اولا شجرة المورينجا دي شجرة صحراوية، ماشي، ولا بتحتاج العناية بها خالص، ما بتحتاجش العناية بها خالص، ولا مية ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده التزهير بتاعها، ماشي، وادي الكوز بتاعها اللي لسه اخضر، ماشي، ده برضك بيتاكل، ده مفيد جدا لجسم الانسان، ماشي. وادي العواد الناشفه بتاعتها والبذر، اهو البذر ده بيتاكل، ده يعني على ما بيقولوا ان هو مفيد للانسان اللي عنده السكر. يعني البذر ده بيتزرع سهل جدا. انت بتجيب البذر زي كده، ماشي، وبتزرعه، وبيطلع على طول. ان الشجره دي شجره زي ما احنا قلنا شجره من الاشجار المعمره الصحراويه، ماشي. زي ما انتم شايفين كده طولها بيتراوح بال 20 متر وال 15 متر زي ما انتم شايفين، ومعمره جدا في السنين، ما بتحتاجش الميه، وبتتغلب على اي شجره جنبيها زي ما انتم شايفين كده. شايفين شجره المانجا عامله ازاي، ماشي، والشجره دي عامله ازاي، بتتغلب على اي شجره جنبيها. فيا ريت نعمل عمليه الاقصار من شجره المورينجا، لانها مفيده جدا. من البذر دوت، ماشي، مفيد، من الكوز بتاعها الاخضر ده مفيد، الورق دوت بيتغلي وبيتشرب، مفيد جدا لجسم الانسان. يعني كل حاجه في شجره المورينجا مفيده. يا ريت نعمل منها عمليه الاقصار، وعمليه الاقصار بتبقى سهله جدا جدا جدا. البذر اهو، ماشي، وبيتزرع وبيطلع باذن الله.